على فكره الارقام دي مش موجوده في اوروبا يعني. انا عندي والله العظيم والله العظيم يعني واحد بيتكلم معايا امبارح على لاعب يعني، فبقول له ممكن يعني النادي عايز فيه اعاره يطلعه مش عارف بكام باتنين، قال لي مستحيل ما حدش فيش في اوروبا الكلام ده يعني. انك انت تجيب لاعب ما فيش ايه ان هو يطلع لا مش قصدي ما فيش لاعب يعني، تجيب لاعب مجهول ما لعبش 5 دقايق دولي وبيلعب في البونه ب 2 مليون دولار. على فكره الرقم ده ممكن تجيب بيه لاعب محترف في اوروبا بيلعب منتخب افريقي ونادي تجيبه باقل من كده على فكره يعني. والله لا الانديه الكبيره بس اللي بتدفع، بس بتدفع في لعيبه ايه، لعيبه تستحق يعني. يعني انت بتتكلم مثلا 5 مليون يعني، زي تريزيجيه مثلا راح بكام يا جدع؟ 5 مليون دولار. 5 مليون لاعب منتخب مصر اساسي ولعب بطوله افريقيا ولعب مع النادي الاهلي وكسر الدنيا ولا بلا 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 كل حاجه كل حاجه، وراح من من كاظم باشا من كاظم باشا كاظم باشا من استون فيلا